يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب أثناء مناسك العمرة خصوصا في حضرة الرجال الأجانب أم لا؟ المحرمة لا تلبس النقاب، منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب، إن كانت محرمة فلا تلبس النقاب، وتغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار أو بالثوب أو غير ذلك من الأغطية. وكذلك عند الرجال تغطي وجهها بالخمار أو بالثوب أو بأي شيء يستر وجهها عن الرجال في الطواف وفي غيره، إلا أنها إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب. نعم.